ميديا ونشوف مع بعض ايه اللي انتشر على فيسبوك ويوتيوب وتويتر اليومين اللي فاتوا. في مبادرة الحقيقة اطلقت اسمها اقفش متحرش، مبادرة على فيسبوك لمواجهة التحرش الالكتروني. لم يقتصر التحرش على الالفاظ ولا على المعاكسات السخيفة في الشارع ولا على محاولات يعني التحرش حتى باللمس، لا، تطور بعد كده مع الوقت في حاجة اسمها تحرش إلكتروني، أكيد كلنا سمعنا عنه، بيتمثل في كلمات وألفاظ وصور بيواجهها بعض الشباب للفتيات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بفيك أكاونتس أو غيرها. قررت مجموعة من الفتيات التصدي لهذه الظاهرة عن طريق مبادرة على فيسبوك تحت اسم فش متحرش، هي اسمها كده. المبادرة دي هدفها ان هي تقفل الصفحات بتاعة الناس المتطفلين او المتعدين على خصوصيات الفتيات او الخصوصيات بتاعة السادة المواطنين بشكل عام. روز مختار مؤسسة المبادرة قالت ان التحرش ممكن اختصاره في كلمة بسيطة قوي، هو التطفل، التطاول على خصوصية الاخرين. وكشفت يمكن مؤخرا واقعة فتاة التجمع الشهيرة ازاي بيتعامل المجتمع مع المتحرش، وازاي المتحرش بيقدر بمنتهى البجاحة انه يكسب تعاطف الاخرين، مع انه يعني شكلا ومضمونا اذا حصل الموضوع ده مع اي حد تاني يعني او مع اي حد يخصنا، للناس يعني اللي بتتعاطف دايما مع المتحرش تقول لك هي لابسه كده ليه، هي ايه اللي منزلها، هي ايه اللي مطلعها، دي حاجه ما تخصكش خالص، دي حاجه ان انت تربيتك لا تسمح ان انت تتعدى على خصوصيه حد ماشي في الشارع، سواء بقى هي لابسه، هي عامله، هي نازله، انت مالكش دعوه بالموضوع ده. دايما الفتاه بتكون مدانه في موضوع التحرش، عشان كده هي معظم الوقت ما بتبلغش، فدي برضو من النقاط السلبيه جدا اللي ارجو ان احنا يعني نحاول ان احنا نتصدى ليها. ايضا روز قالت اشارت الى ان المجتمع بيلقي اللوم على البنت، ما بيديهاش حق في الحياه ولا حق ان هي تمشي او تتحرك في الشوارع بحريتها، وحتى كمان ما بقاش يديها الحق ان هي تتحرك على الفيسبوك بحريتها. فالمبادره يعني مبادره كويسه جدا، يا ريت تتفعل كمان في الشوارع وفي الاماكن اللي بيحصل فيها هذه التصرفات. يا جماعة نتوقف عن جعل هؤلاء الحمقى مشاهير. نشوف بقى